السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن خدمة Amazon Event Bridge ورح نشرحها بشكل نظري وعملي بالتفصيل. هذا الفيديو مفيد لإتقان استخدام الخدمة وللإجابة عن أي سؤال بيتعلق بـ Event Bridge ضمن امتحانات AWS. Amazon Event Bridge تستخدم كصلة وصل بين التطبيقات والخدمات، يعني اسم على مسمى، جسر بيوصل بين الخدمات بيسهل علينا بناء Event Driven Applications. يعني مثلا Events اللي عم بتصير ضمن EC2 أو EC3 بتلقيت من قبل خدمة Event Bridge، وبالتالي على أساسها بإمكاننا نساوي Trigger لسيرفيس تانية مثل Lambda Function أو SNS، وبهالطريقة بنكون عم نبني Event Driven Applications. Event Bridge Rules، فيكم تتخيلوا Event Bridge على أنها خدمة مركزية وفي عدد كبير من الخدمات يلي ممكن ترسل Events إلى Event Bridge، مثل EC2 Start, Stop or Terminate Events، S3 Object Events، Cloud Trail API Call Events، وإلى آخره من الخدمات يلي بترسل أنواع مختلفة من Events إلى Event Bridge. هلأ ضمن Event Bridge ممكن نفلتر Events يلي عم تجينا، مثل انه نستجيب فقط مثلا لـ EC2 Start Instance، وعلى اساسها ممكن نرسل الايفنت الى خدمة تانية مثل Lambda, SNS, SQS, Kinesis Data Stream الى اخره. بالامكان ايضا انه تنفذوا actions بحسب الايفنتس يلي عم تجينا. مثال، ممكن ننفذ action مثل Stop or Terminate EC2 Instance، او ممكن تنفذوا Systems Manager Command. الايفنتس يلي بتم ارسالها من ايفنت بريدج بتكون على شكل ملف جيسون بيحوي كل تفاصيل الايفنت. خدمة ايفنت بريدج ايضا بتتسمى ديفولت ايفنت باس، لانه مثل ما شفتوا احد خدماتها الاساسية هي انه تشتغل مثل ناقل الايفنتس بين الخدمات، خدمات AWS. هلا اما اذا احتجتوا انه تستجيبوا لايفنتس عم بيتم توليدها من خارج AWS Services مثل Partners SaaS Events، وقتها ممكن تستخدموا Partner Event Bus، لأن هاي الخدمات الخارجية رح ترسل Events الخاصة فيها إلى Partner Event Bus وليس إلى AWS Default Bus، وبالتالي صار بإمكانكم تستجيبوا إلى Partner SaaS Events. هلأ في حال كان Default Event Bus و Partner Event Bus اثنيناتهم ما بيلبوا حالة الاستخدام اللي عندكم، وقتها ممكن تساووا Custom Event Bus، بحيث التطبيقات ممكن تتبرمج بحيث ترسل Events تبعها إلى Custom Event Bus يلي ساويته. Event Bridge أيضا في إله ميزتين. ميزة أرشفت الإيفنتس يلي بتوصل لإيفنت بريدج إما بشكل محدود أو بشكل غير محدود بيحطهم بالأرشيف. الميزة الثانية أنه بنقدر نساوي Replay Events، هاي الميزة مفيدة جدا أثناء Debugging. لنفترض انه في عنا مشكلة بلامدا فانكشن، هلا بعد ما حليناها ممكن نرجع نختبر اداء الفانكشن مع نفس الداتا السابقة عن طريق ميزة Events Replay. Event Bridge Schema Registry، هلا Event Bridge Schema بتمثل بنية الداتا يلي عم يتم ارسالها الى Event Bridge. Event Bridge بوفر Schemas لكل انواع الايفنتس يلي بتم توليده من قبل خدمات AWS. ايضا بالامكان انشاء او تحميل كاستم سكيما الى ايفنت بريدج، او بالامكان استقراء واستكشاف السكيما مباشره من الايفنتس يلي عم توصل الى ايفنت باس. ايضا ايفنت بريدج بيدعم عدة اصدارات من نفس السكيما في حال كانت عم تتغير مع الوقت. هلا رح نحكي عن ايفنت بريدج ريسورس بيز بوليسي. هلا شرحت البوليسي السابقه بشكل مفصل، رح احط لكم رابط باعلى الشاشه. عن طريق Resource-based policy ممكن نتحكم بالصلاحيات لإيفنت بس محدد، مثل إنه نسمح أو نمنع للإيفنتس جاية من another AWS account or another AWS region. يعني عن طريق البوليسي ممكن مثلا إنه نسمح بتجميع كل الإيفنتس جاية من AWS organization ضمن Event Bridge موجود من حساب مركزي. هلأ رح نشوف مثال على أحد حالات استخدام Event Bridge، مثل لما نساوي حدا لوجن الى AWS كونسول باستخدام IAM root account. هلا وقتها ممكن باستخدام Event Bridge انه نرسل Event الى SNS ومنها الى ايميل مثلا الخاص بالسبورت الى اخره.
هلأ مثل ما بتعرفوا استخدام I am root user للاستخدام اليومي يعتبر bad practice. يفضل الشخص يساوي I am user بدل الروت account مع صلاحيات محدودة ويستخدمه بشكل يومي. أيضا من الممكن أن نرسل events إلى lambda function لحتى ناخد action محدد. Event Bridge Scheduler بيعطيكم المجال أنكم تنفذوا triggers لمهام محددة بناء على جدول زمني محدد، مثل انه كل ساعة او كل 10 دقائق رح يتم استدعاء لمدا فانكشن. يعني ببساطة نفس مبدأ عمل كرون جوبز. هلأ بالنسبة لطريقة الدفع رح تكون pay per invoke task or event، يعني رح تدفعوا على عدد مقدار مرات الاستدعاء. طريقة عمل event bridge scheduler بسيطة جدا. بالبداية بتنشئوا السكيجول، بتحددوا معدل اوقات الاستدعاء، بعدها بتحددوا التارجت يعني AWS سيرفيس يلي رح يتساوى لها تريجر، ومن ثم بنحدد الداتا يلي رح تتمرر الى تارجت سيرفيس، واخر شي بنحدد ريتراي بوليسي يعني في حال فشل الاستدعاء شو بدنا نساوي، مثل انه نرسل الايفنت الى ديد ليتر كيو. هلأ ببساطة من خلال AWS كونسول بامكاننا نراقب كل المهام المجدولة وحالتها مثل ما رح نشوف مثال عملي بعد شوي. هلأ صار وقت المثال العملي. بروح على Event Bridge من AWS Console، بنلقى قائمة جانبية في ملاحظين عن عدة خيارات: Buses, Rules, Archives and Replay, Pipes, Scheduler, Like Partner Event Resources Under Integrations إلى آخره. رح نقر على Event Bus. ملاحظين في عنا Default Event Bus يلي حكينا عنه، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء Custom Event Bus، وهذا اللي رح نساويه مع بعض. نقر على الزر لننتقل للصفحة التالية. بالبداية رح نعطي اسم وتوصيف، بعدها بنحدد الانكريبشن، وهون ايضا بتحطوا resource based policy في حال كان بدكم تحكموا بشكل ادق بالصلاحيات بموضوع cross account access. هلأ ضمن مثالي ما رح اضيف اي policy، ليك بنزل لتحت لقسم archive. هون في امكانية ارشفت الايفنتس يلي عم تيجي على هيدي الرول. تحتها في خيار اكتشاف السكيما بشكل اوتوماتيكي. آخر مقطع عندي هو التاكس، بعدها رح نقر على زر كرييت ليتم إنشاء بنجاح. هلأ من القائمة الجانبية رح نرجع مرة تانية إلى Event Bus، ورح نقر على Default Event Bus. لاحظوا في مجموعة من الرولز تحته مع إمكانية إضافة رول جديدة. نقر على زر كرييت رول لنضيف قاعدة جديدة. بالبداية بنعطيها اسم توصيف، وبنحدد الإيفنت بس يلي رح تكون تابعة له، رح بقيه على الديفولت إيفنت بس. بعدين بنختار إذا كان بدنا نعرف قاعدة على أساس جدول محدد، أم قاعدة بتطابق توافر إيفنتس ضمن باترن محدد رح نحدده مع بعض. بنقر على التالي، بنختار مصدر الإيفنت AWS Events or Event Bridge Partner Events، وتحتها رح أختار من Sample Events AWS Event، وبالتالي رح أختار S3 Delete Object. بدي بعدين كل ما المستخدم يحاول يحذف Object يتم تشغيل Lambda Function لتنفيذ إجراء محدد. ليك ضمن التارجت مثل ما شرحت قبل شوي رح نختار Lambda Function، ورح نحدد الفانكشن يلي بدنا اياه يتنفذ كل ما اليوزر يحاول أو يحذف Object. هلأ بعدين ننتقل للصفحة التالية، وبندخل ندخل التاكس يلي بدنا اياها. بنراجع المدخلات، إذا كل شيء تمام نقر على زر كرييت بأسفل الصفحة لحتى يتم إنشاء الرول بنجاح. وهيك بنكون وصلنا نهاية فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. الفيديو القادم إن شاء الله رح أحكي فيه عن خدمة AWS Secret Manager. أعذروني على صوتي اليوم، أنا رجعت من reinvent بفلو كتير قوية مع رشح قوي، وهلأ شوي لبلشت أسحب نفس. إذا عندكم أي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، وإذا لقاء قريب بإذن الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.